والله العظيم أني لا أدري أن في شعب الأمارات ناس الحين ساكنين بالأجار اللي يدني بكاتيبهم وطلباتهم. الله يطول في أبو ظبي ومن دبي ومن الشارجة ومن رأس الخيل، في ناس ساكنين بالأجار، كيف هذا يسكنون بالأجار؟ كيف يحق للحاكم أن يخلي مواطن يسكن بالأجار؟ الاختصار وتوصونهم بالاختصار، وبدل لا يعمل والله زواجه في اوكتيل ياخذ منه هذاك المبلغ الكبير، ها ما يحتاج، يسوي له يحط له خيمه او خيمتين ويسوي زواج، اللي بيطبخ اللي موظف انه روحه، ما يحتاج يشيل الروتين ولا يحتاج يشيل اي شيء، اللي موظف انه اللي بيطبخ، يستعين بياره ثلاثه ولا اربعه من خدامين اللي عند يرانه يستعين بهم وهم يطبخون وهم يسوون الشيء، هذا شيء بيستوي اكفى اكفى واسر، بدل والله ان هذه العروس تنياب إلى مثلا فندق فيه من دب وحبع وسار على وجه الأرض من الوطن ومن غير الوطن، يمررون العروس قدام هاي للناس، والخيار اللي ياخذ الكرسي اللي بتمر به العروس، الطريق اللي بتمر به العروس يتفرج ويطالع واللي بيصور واللي هذه ما سنت، هذه ما سنت، ناس يحرصون على أهلهم وعلى ذويهم وعلى سمعتهم.